السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. معانا النهاردة مع الفيديو رقم 5 من سلسلة فيرتشوال لابس بعنوان ESA Plus ASDM Installation. هنتعلم النهاردة ازاي نسطب ال ESA Firewall على جين اس 3. هنتعلم برضو ازاي نعمل جرافيك يوزر انترفيس اكسس على ال Firewall، يعني نخش عليه جرافيك يوزر انترفيس عن طريق ابلكيشن ال ASDM. اتمنى مبدئيا كده الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نبدا كده نشوف هنعمل ايه دلوقتي. طيب هنفتح جي ان اس 3، هنجيب بريفرنس، هنجيب كيمو فيم ويرز، هنجيب نيو، هنعلم على التايب اس اي 8.4، نطلع نيكست. النيم خليه اس اي زي ما انت عايز، الرام خليها 1024، نطلع نكست. هنا بتحدد ال initial RAM disk وال kernel image. طيب ال initial RAM disk بقى عندي هنا، تمام، ده ال initial RAM disk. وده ال kernel image، نطلع next. طيب دلوقتي احنا كده عملنا ال firewall، فاضل بس ان احنا او ضفناه على جين 3، فاضل ان احنا نكريت فلاش ميموري بحيث ان هو يشتغل على ال firewall، يعني ال firewall بيرمي الداتا بتاعته في الفلاش ميموري دي. طيب هنعمل ده ازاي؟ بنروح على الكوماند لاين بتاع الويندوز، او ممكن مثلا نجيب سيرش، نكتب cmd، او ممكن بس احنا محتاجين بس نفتح cmd على ك as administrator، دوس كليك يمين run as administrator. طيب بنكتب الاتي، بتروح على السي، تروح على البروجرام فايلز، تروح على الجي ان اس 3، تروح على كيمو 0.13.0، وتاخد اي ملف من دول، اي ملف، تمام، تعمل كليك يمين بروبرتيز، وكل ده انا بس عشان محتاج المسار ده، فبتاخد المسار ده وتروح على الكوماند لاين وتكتب cd وتدوس كليك يمين بيست، تكتب تدوس وتدوس انتر، وبعدين بتكتب الامر الاتي: كيمو image dot exe create flash 256 ميجا. دلوقتي هو كريت لك الملف الفلاش ميموري اللي هيشتغل للفاير وول، اهو ده الملف، اسحبه كوبي واروح بيه على الملف بتاع الفايروول. خلي بالك ان انت لما تيجي تنزل الفايروول بينزل معاه اللي هو الفايلين دول، ال initial RAM disk وال kernel image، تمام، والفلاش انا طبعا كنت مكريته قبل كده، بس انا هلغيه واحط الجديد. وادي ملف الفلاش، وده ملف ال ASDM، ده ال application بتاع ال ASDM. اوكي طيب انا فاضل ايه؟ انا دلوقتي عملت الفلاش، يعني انا في الاول سطبت الفاير وول على الجينس 3، وتاني مرحله ان انا دلوقتي هروح هعمل اديت، يعني هعمل هنا اديت، تروح على الاتش دي دي وتعمل تجيب على الديسك ايمج اتش دي اي، تحدد الفلاش بتاعك وتدوس اوكي. في ملحوظة مهمة جدا، ان انت ما تيجي تحمل اي ملف يعني اي او اس مثلا الراوتر، عندك مثلا فاير وول، ال initial RAM disk او ال kernel image، ال جينيس 3 بيرمي الفايلات دي او بيرمي الاي او يعني الملفات الاي او اس دي بيرميها في فولدر جوه الجينيس 3 في الماي دوكيومنتس عندك، واضح كده؟ انت تروح على هنا، تروح على دوكيومنتس او جين 3 هنا، تروح على ايمجز، يعني مثلا لو انا جيت دخلت على الكيمو
هلاقي في الكيمو ملفات الفاير وول. يعني انا اصلا كنت واخدها من بارتيشن، انا حاطه في ملفه كده مستقل الفايلين دول والاس دي ام برضو، تمام. ولكن هو اما تيجي تحمل الملفات دي على الجي ان اس 3 بيطلب منك هل اكبيرها على الدايركتوري ده ولا لا. اوكي، فبالتالي يستحسن طبعا انت تكبيرها على الدايركتوري ده. ليه؟ عشان في الاخر خالص هقول لك يا ريت بقى تسحب الملف ده، تمام، وتاخده كوبي وتحطه عندك في الهارد. اما تيجي مثلا انت مثلا سطبت ويندوز جديد، الكلام ده كله، سطبت جي ان اس 3 جديد، بتشتغل على، بتروح واخد الفولدر ده اللي انت كنت مكبيره مثلا على اي فولدر بارتيشن عندك، تاخده مره تانية على الماي دوكيمنتس وتشتغل على الاعدادات بتاعتك عادي خالص، تمام. فدي الفكره. الفكره بالمختصر ان انت ما تيجي مثلا تسطب فاير وول او راوتر، هو بيرمي الاي او اس بيرميه على الدايركتوري بتاع الايمجز، لو كان راوتر بيرميه على الدايركتوري بتاع الاي او اس، ولو كان اي اس اي فاير وول بيرميه على الدايركتوري بتاع الكيمو. طيب ايه اللي ناقص دلوقتي؟ ناقص اللي احنا شغال الفايرول، ولكن برضو في برضو ملحوظة عايزك تعملها. انت برضو تروح على edit head preference، تروح على الكامو edit، نشيل ال activate CPU throttling، نعمل اوكي apply اوكي. طيب وهنشغل الفايرول. دلوقتي الفايروال بيعمل بوت اب. طيب عقبال ما الفايروال يخلص، ايه هو الاس دي ام ده؟ تمام، يعني انا جبت هنا ايه الاس دي ام ده. بصوا يا شباب، الاس دي ام ده ابلكيشن، يعني هو ابلكيشن بيخليك تعرف، بيخليك تخش على الفايروال جرافيك يوزر انترفيس. يعني انا دلوقتي داخل على الفايروال، انا دلوقتي داخل على الفاير وول كوماند لاين، لكن انا عايز اخش مثلا عليه جرافيك يوزر انترفيس، تمام. يعني يطلع قدامي شاشه زي برنامج، بوتنز موجوده قدامي، يعني انا مش هدخل اوامر. فبالتالي احنا بنخش على الفاير وول جرافيك يوزر انترفيس عن طريق الاي اس دي ام ده، عن طريق سوفت وير الاي اس دي ام. اللي بيحصل كالاتي، هنجيب مثلا فاير وول هنا، ونجيب سويتش، نجيب جهاز، ونوصل من الجهاز ده على كارت شبكة في ام فور، ونطلع على السويتش، ونوصل من السويتش على الفايروول. هو بيقول لي الفايروول لازم يكون مقفول. طيب اوكي، هنقفله ونوصل. اللي بيحصل بقى كالاتي، احنا بناخد ملف الاي اس دي ام ده وبنحمله على الجهاز، اي جهاز، تمام. بس شرط ان الجهاز ده يكون فيه ابلكيشن تي اف تي بي سيرفر، تي اف تي بي سيرفر، تمام. التي اف تي بي سيرفر ده هو سيرفر، او ممكن برنامج يحول لك الجهاز بتاعك تي اف تي بي سيرفر. على العموم ككونسبت، يعني التي اف تي بي سيرفر ده سيرفر بيخليك تقدر تهوست فايلات. يعني ايه تهوست فايلات؟ يعني انت يكون عندك فايلات وانت تداونلود الفايلات دي من اي، من على اي جهاز تاني. فبالتالي انا عندي ويندوز اكس بي هنا مثلا، انا هحمل عليه برنامج التي اف تي بي سيرفر اللي هو 3 سي دايمون، تمام. وفي 3 سي دايمون هرفع عليه ملف الاي اس دي ام، اوكي. وهنشوف الخطوات دي، يعني انت لو مش فاهم الكلام هتعرف من الخطوات. طب بس خليك معايا للاخر. طيب انا دلوقتي رفعت الايه الملف الاي اس دي ام ده، رفعته على التي اف تي بي سيرفر، بخلي الفاير وول يكابير، بخلي الفاير وول يكابير الاي اس دي ام من التي اف تي بي سيرفر اللي هو على ويندوز اكس بي. واضح كده؟ يعني انا لازم اخد، انا باخد ملف الاي اس دي ام ده من الاخر، ده لازم يترمي جوه الفاير وول. فانا برميه جوه الفاير وول باني احطه جوه اوبريتنج سيستم، او احطه جوه تي اف تي بي سيرفر، تمام، واخلي الفاير وول يداونلود الفايل ده. اتمنى يكون الموضوع اتفهم ويتفهم كده كده ايه من الخطوات اللي هنشوفها دلوقتي.
مشكلة في الفايرول. طب نعمل ستوب، نعمل ستارت. طيب عمال ما الفايرول يقوم، روح على ويندوز اكس بي. انا حملت برنامج التي في تي في سيرفر اهو، هروح وهعمل له انستوليشن. برنامج سهل جدا يعني، التي في تي في سيرفر ده مش قصة يعني، ما تقولش ايه، ما تسمعش كلمة سيرفر تفتكر ان في حوار، مفيش حوار، برنامج سهل جدا. هنشوف هنشتغل عليه ازاي. بس كده البرنامج كده اتصدق. نيكست نيكست فينش. انا عندي الفايرول بيقوم اهو. طيب اول حاجه الفايرول فتح دلوقتي اهو، اول حاجه بنعملها دوس انيبل، تعمل كوبي من الران للستارت، بعدين بنعمل كوبي من الستارت للفلاش. بس كده دي اول حاجه مبدئيا بنعملها. دوس كونف تي، بندي اي بي انترفيس جي 0، اي بي ادرس 10.0.0.1 255.255.0، نو شت داون، نيم اف سميه مثلا انسايد، طيب يا سيدي بتطلع اكزيت. نروح على الجهاز نتأكد بس نديله اي بي بحيث انه يقدر يبينج على ال ASA firewall. نديله اي بي 10.0.0.2 مثلا 255، اوكي. روح على run cmd يبنج 10.0.0.1، هبنج على الفايرول. هو بيبنج على الفايرول يعني الجهاز كده كونكتد على الفايرول. طيب اوكي دلوقتي احنا سطبنا تي اف تي بي سيرفر، اجيبه منين؟ هو موجود هنا في 3 سي دايموند، او بتجيب اول بروجرامز في 3 سي دايموند وتشغله من هنا. طيب اول حاجه تعملها اول ما تفتح البرنامج تروح على configure تي اف تي بي سيرفر، تعمل لك فولدر. تمام، تاني تروح على كونفيجر تي اف تي بي سيرفر، الابلود داونلود دايركتوري، الفولدر اللي هيحمل منه الفاير وول هو ايه. انا هغير مكانه، خليه مثلا اعمل هنا مثلا نيو فولدر سميه اي اس دي ان، اوكي. اروح تاني مره تانيه اعلم على التي اف تي بي سيرفر اهو، على الاي اس دي ام، انا اسف، على الاي اس دي ام، دوس اوكي، دوس ابلاي، سيف تشينجز، اوكي. طيب بعدين هقوم واخد او ساحب ملف اس دي ام ده، هاخده كوبي من الويندوز واروح على من ويندوز 8، واروح على ويندوز اكس بي وادخل على الفولدر اعمل بيست. طبعا انا قدرت اعمل الكلام ده ازاي؟ لان انا مسطب الفيم وير تولز اللي انا اديته لك في اول فيديو. كلام جميل جدا. طيب اروح على الفايرول، اقوم كاتب كوبي، هيكبير منين؟ هيكبير من تي اف تي بي سيرفر لمين؟ للفلاش. طيب بيقول لك ايه الاي بي بتاع تي اف تي بي سيرفر؟ 10.0.0.1. ايه اسم الملف؟ اسم الملف بتكتبه اهو، يعني اللي انا كبيرته اسمه اي اس دي ام داش 647 دوت بن، يعني خلي بالك انك برضو بتكتب الاكستنشن بتاعه مش الاسم بس. فبروح على الفايرول،
بكتب ايزيام داش 647 دوت بن. طيب الديستنيشن فايل هتسيفه باسم ايه؟ خليه زي الاسم اللي هو اختاره اللي هو sdm داش 647 دوت بن. انا اسف انا كتبت الاي بي بتاع ال تي تي بي سيرفر غلط. كوبي تي تي بي فلاش 10.0.0.2 مش دوت واحد. والسورس فايل نيم اهو والديستنيشن فايل نيم دلوقتي بيكابير. وانت رحت على ويندوز اكس بي هتلاقي فعلا انت فتحت 3 سي دايموند يقول لك ان في فعلا كلاينت ريكوستس كاتب فايل سي ماي دوكيومنتس اند سيتنجز احمد رافع ديسكتوب اي اس دي ان. يعني بيقول لك ان من الاخر في حد بيداونلود الفايل ده وكمان جايب لك الاي بي بتاعه. مستنى لحد ما يخلص. هو دلوقتي خلص كوبي. بعدين بنروح على الفايرول وبنكتب الأوامر الآتية. بكتب أول أمر ASDM image flash double colon بكتب ASDM داش 647 دوت بن. يعني أنا بقول له شغل ال ASDM اللي أنا لسه منزلها على الفلاش عندك، شغلها أو اعملها enable أو run. بعدين بكتب HTTP server enable بخلي السيرفر ال ASA يشتغل ك HTTP server لأن أنا هخش جرافيك يوزر انترفيس عن طريق ال HTTP. بعدين بكتب HTTP 10.0.0.0 255 inside. وبعدين بكتب user name admin باسورد سيسكو مثلا. بس كده بروح بقى يا سيدي بقفل خلاص كده فايرول. بعمل دبليو رايت دبليو ار او دو رايت عشان اسيب الكونفيجريشن واقفل الفايرول. اروح على البي سي واخش على الانترنت اكسبلورر واكتب الاي بي بتاع الفايرول اللي هو 10.0.0.1. مشكلة في الكونكشن. طيب تمام. هنحاول مثلا نكتب HTTPS تمام. يقول لك ندوس continue to this website. بس انت بتكتب بس HTTPS مش HTTP. و install ASDM launcher and run ASDM. بيقول لك ايه اليوزر نيم اللي انا لسه محدده اللي هو admin، باسورد سيسكو، دوس اوكي وندوس رن او سيف اللي يريحك. بس ندوس رن. بيقول لك ان انا محتاج الجافا. اوكي تمام. طيب
خطة بالجافا. نشوف مرة تانية الموضوع ده، نزله مثلا ديسكتوب اوبن فولدر. طيب اوكي، نسطب الجافا. طبعا انا عندي ملف الجافا، نستخدمه في الموضوع ده. في تمام، ناخد الجافا هنا، ناخد الكوبي نحطه جوه بيست. محتاج طبعا انترنت اكسس، مش مشكلة. ممكن نعمل مثلا سيتنجز ونخليه مثلا على وضعية البريدجد، وبعدين نرجعه تاني للنتورك. اوكي، هنسطب مرة تانية. انا خليته بس على وضعية البريدج، طبعا انا شرحت الكلام ده المرة اللي فاتت. يعني دلوقتي هو واخد IP من الراوتر اللي موجود في البيت عندي، فيقدر يخش على الانترنت. نسطب الجافا. طيب نعمل بوز كده للفيديو وارجع لكم ان شاء الله بعد ما نخلص. اهلا بيكم مرة تانية. دلوقتي تسطيب الجافا خلص، نرجع تاني نرجع الويندوز ل فيم نت 4 عشان نرجع نعمل كونكشن على الاي سي فاير وول مرة تانية. فيم نت 4 هوست، تمام. نروح على ماي نتورك بليسز، ونديله static IP. كان جميل جدا. نروح مرة تانية هنا، نعمل run. دلوقتي بقى طبعا هيسطب البرنامج ده، احنا سطبنا خلاص الجافا. next next install. بيقول لك هات الاي بي بتاع الفاير وول اللي انت هتخش على جرافيك يوزر انترفيس 10.0.0.1، اليوزر نيم ادمن، الباسورد سيسكو. بس اوكي،
كده نشوف تاني، نحاول نبنج على الراوتر الفايروول. بينج وان، بينج على الفايروول، جرب. ممكن يكون الباسورد فيه مشكلة مثلا. اسكو نشوف مثلا المشكلة في ايه. تقريبا في امر نسينا نكتبه اللي هو تريبل اي اوثنتيكيشن اتش تي تي بي. لا اوثنتيكيشن، اوثنتيكيشن ايوه كونسول اتش تي تي بي كونسول لوكال. تمام نجرب مرة تانية. برضو نفس الكلام، نرجع تاني فايروول. طيب نجرب مثلا نخش على الكنترول بانل. طبعا اكتر حاجة بتفيدك يعني الحمد لله احنا شغالين فيديو، في مشاكل بتقابلنا فبنحاول نحلها. ده طبعا مفيد جدا ليك عشان تعرف احنا بنفكر يعني المفروض لما تقابل مشاكل زي دي بتفكر ازاي. راح السكيورتي مثلا نخلينا جيم مثلا edit site lists، دي ممكن نضيف فيها HTTPS. طب ماشي هنجرب بس نعمل apply. اوكي نفس الكلام. طيب احنا نجرب برضو حل تاني. نروح edit site list. فطبعا انا كنت بشغل ال SDM على ويندوز، ويندوز 8. انا يعني انا اول مرة احطه على ويندوز XP، فبس احنا بنحاول نحل برضو المشكلة. نروح add HTTP 10.0.1. اوكي نروح على الانترنت اكسبلورر. نروح على HTTP 10.0.1. هنحاول ناخد السيرتيفيكت بتاعة ال AC firewall. your certificates details ونحطه مثلا في ديسكتوب. نكست فنش. تمام بعدين نروح لجافا نش سيرتيفيكت سايت، نروح على تراستد سيرتيفيكت امبورت ديسكتوب اول فايلز. ونروح على secure site import delete all files احمد ونس close. وانت كده دلوقتي عندك تمام certificate كده
رفعت. نجرب مرة تانية. شوان ادمن سيسكو الحمد لله اشتغل. طيب انت طبعا يعني كويس جدا ان احنا قابلنا المشكلة دي، يعني انا برضو ايه حاولت برضو ادور على الحل، والحل الحمد لله اتحلت. احنا بس ايه قللنا السكيورتي بتاع الجافا، راجع كده الخطوات، يعني تخش على الجافا قللنا السكيورتي بتاعت الجافا، خلينا الميديوم، بعد كده عملنا edit site list، ضفنا العنوان بتاع الفايروول، بعد كده رحنا نزلنا السيرتيفيكيت، عملنا export للسيرتيفيكيت من الانترنت اكسبلورر. تمام، احنا جبنا دوسنا هنا على certificate error، جبنا few certificates، جبنا details، جبنا copy to file. تمام، next next، وتسمي الفايل بتاعك مثلا اي اسم، وبعد كده تعمل له براوز تحدد المكان بتاعه، وبعد كده تعمل له امبورت من المانج سيرتيفيكت، تحط السيرتيفيكت بالتراستد سيرتيفيكت وتحطها في السكيور سايت، يبقى كده المشكله اتحلت معاك. بس انا بيتهيألي لو انت اشتغلت على ويندوز 8 مش هتكون مشكله قوي بالنسبه لك، اللي مش هتقابلك يعني. طيب دلوقتي بياخد الكونفيجريشن من الفايروول دلوقتي. بيعمل ديسكفر للفايروول، كونفيجريشن والكلام ده كله. بس كده خلصت القصة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. أي سؤال طبعا أنا تحت أمركم. تابعوني على الفيسبوك جروب يور جايد تو نتورك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.